هنا في البحرين يعتبر العمل في القطاع البنكي من الأهداف الأساسية للباحثين عن عمل وللدارسين، لكن التقنيات المالية الجديدة غيرت من طبيعة الوظائف المطلوبة في البنوك، فهناك إلغاء لوظائف تقليدية معتادة واستحداث لوظائف جديدة. تطبيقات الذكاء الاصطناعي قلبت سوق الوظائف في القطاع المالي رأسا على عقب، فالبنوك تتحول لمنصات إلكترونية، والخدمات المالية تتخلى تدريجيا عن احتياجها لتوظيف العامل البشري. والسؤال هنا هو إلى أي مدى سيستوعب سوق العمل البحريني هذا التحول في قطاع يعد من أهم قطاعات الاقتصاد المحلي؟ البنوك راح تنتقل من مرحلة من توظيف موظفين لإدارة موظفين إلى توظيف موظفين لإدارة تكنولوجيا. التكنولوجيا لا تلقي الوظائف، بل إن هي تلقي وظائف نقدر نقول إن هي روتينية عشان تخلق وظائف أكثر حيوية. فنحن لليوم نحن قاعدين نشوف في جاب كبير في الماركت بخصوص الوظائف، وفيها شرطة موجودة. فنسهل الوظائف عندك المحللين البيانين، عندك الديفلوبر اللي يطورون السوفت ويرز. ستكون هناك إعادة هيكلة لوظائف القطاع البنكي البحريني، وستكون هناك مهارات جديدة يجب أن تتوفر في العاملين بالقطاع، وهذا يتطلب برامج تعليمية مختلفة. فمن غير المتصور مثلا أن تكون التقنيات المالية الجديدة كلها مبنية على برمجيات البلوك تشين، بينما لا يتم تدريس هذه البرمجيات في الجامعات المحلية. البحرين لازم تنتبه إلى هذه السالفة، ولازم تبدأ بتطوير الناس إلى تاخذ العملية الدخول في مجالات الديجيتال أكثر. بتشوف بنوك المستقبل احنا نتوقع أن تكون أكثر معتمدة على المبدعين تقنيا، المبرمجين، الارتفيشال انتليجنس بيكون له مجال جدا كبير في المستقبل. التقنيات المالية الجديدة هي الشغل الشاغل لكل البنوك البحرينية، والمخاوف قائمة من تراجع فرص التوظيف المعتادة، لكن المخاوف تأتي دائما مع فرص جديدة. محمد الباز، سكاي نيوز عربية، البحرين.